مساكم الله بالخير، وشلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زين، نبتدي اليوم تاريخ 26، ومثل ما تكلمنا في الفيديو اللي راح انه راح نرجع في تاريخ 26 9 الى figure out the function and how to link controls، بما معنى how to link a button with the label, how to link a label with the button، ومن هذه الاشياء. بس قبل لا نروح الى هاي how to link control، رجاء اذا ما رجعت اللي فوق او ما رجعتي اللي فوق، رجاء قل لي رجاء ارجع وراجع دلين على السريع، وبعدين ارجع الى هذا الفيديو. انزين، figure out function and how to link controls، ايش قاعد اقصد بهذا الموضوع؟ نفتح الفيجوال ستوديو، فيجوال ستوديو، ونشوف create a new project. زين، بعدين شنو قلنا بعد create a new project؟ روح الى ويندوز فورم اب. وهذا الويندوز فورم اب. زين، شنو نسميه؟ لينك كنترولز. انزين، هذا البروجكت لينك كنترولز. شنو قلنا؟ قلنا نبغي نسوي لينك حق ليبل ويا بوتون، والله بوتون وذ ليبل، ومن هذه الاشياء. شلون الحين اول شيء بغينا نسوي؟ نشبك ليبل مع بوتون. وين الليبل؟ ليبل، هاي الليبل، حلو. وبغينا شنو قلنا؟ بوتون، هذه البوتون. كبر الخط، وهاي الليبل. من وين كبر خط الليبل؟ من وين قلنا؟ قلنا نروح الى البروبرتيز، وبعد البروبرتيز وين نروح؟ نروح الى الفونت. زين، ونكبر الخط، وكبرنا الخط. شنو قلنا قبل لا نكبر قبل لا نسوي اي شيء؟ قلنا ان احنا شنو نغير الاسم، مثلا display label، وهذه البوتون نسميها display button. نزل تحت وأقول له display مثلا، display. أوكي، نغير هذا التكست، نسميه مثلا here the text will appear. الموضوع الحين يقول شنو؟ أنا بغيت لما أجي لهذا الأبليكيشن وأسوي كليك إلى هذه البوتون، أبغي هذه البوتون تغير هذا التكست. basic and straightforward. شلون اسوي لينك؟ والله شلون اسوي الميثود اللي لما اجي اسوي كليك لهذه البوتون هذا التكست يتغير؟ زين، شنو قلنا؟ كل بوتون او كل كنترول موجود في السي شارب يتكون من عدة اشياء، البروبرتيز، والثاني شنو قلنا؟ الايفنت، والله الفانكشن، والله الميثود. كل لين عبارة عن شنو قلنا؟ event أو function أو functions أو method. by default الفيديوهات السابقين شنو قلنا؟ لما نجي نقول double click by default راح يعطيني شنو؟ click event. هذه الكليك event احنا شنو قلنا؟ بغينا نسوي لينك لهذا الليبل مع البوتون. مثلا لما اجي واقول هذا كليك يعطيني على سبيل المثال hello you click me you clicked me بالماضي مش بالحاضر. زين، شلون نسوي لينك؟ اروح الى هاي البوتون دبل كليك، هاي الفانكشن. شنو قلنا؟ اي كلام راح نكتبه هني هذه البوتون راح شنو تسوي؟ راح تنفذ الاوامر. الحين شلون اسوي لينك لهذا الليبل؟ شنو سمينا هذا الليبل؟ غيرنا الاسم الى display label من البروبرتيز. أهم شي غيرنا شنو؟ الاسم. أروح إلى الميثود دبل كليك، هاي الميثود. شنو أقول له؟ display label، display label، هذا display label. أوكي، شنو قلنا؟ قلنا كل control يتكون من properties اللي هم دلين. شنو دلين properties؟ دلين كلهم أقدر أستعملهم في الباك إند، والله الكود. شلون؟
احنا قلنا لما نغير نبي نغير التكست مال هاي اللي يكون ظاهر للمستخدم، شلون راح نغيره؟ راح نروح من التكست وراح نغيره. بس شلون راح نخلي بروجراماتيكلي لما اجي الى هذه البوتن واقولها كليك راح يتغير التكست؟ هذه الميثود احنا كتبنا display label. انزين الحين شنو ابغي؟ ابغي استدعي هذه البروبرتيز التكست. شلون استدعي هذا التكست؟ اقول له دوت تلين اللي عليهم السبانر، تلين كلهم عبارة عن البروبرتيز الموجودين في هذه الخانة. يعني الحين اللي قاعد يصير ان بدل ما نروح ونسوي له تشينج مانيوالي راح نسوي له تشينج بروجراماتيكلي. هاي الموضوع شلون اغير التكست؟ اقول له دوت تكست ايكوال هلو بتوين دبل كوتيشن. ليش نخليه بتوين دبل كوتيشن؟ لانه سترينج، ومثل ما تعلمتم في الجافا وفي غير الجافا ان السترينج يكون بين دبل كوتيشن. فهلو يو كليك هيد مي. زين الحين اقول له ران راح يشتغل. لا ما راح يشتغل. ليش ما راح يشتغل؟ لانه ما في شنو سيمي كولون. اعطني بعد في الايرور ليست اعطني سيمي كولون اكسبكتد وهذه السيمي كولون، واقول له ران نشوف هل هو شغال مثل ما احنا قلنا ولا لا. هذه الفورم احنا قلنا لما نجي ونسوي له كليك راح يغير هذا الاسم. كليك هلو يو كليك مي. انزين الحين بغينا شو نسوي؟ مثلا نخليه يحسب كاونتر. الكاونتر عادة شنو نستخدم له؟ انتجر مثل الجافا بالضبط، انتجر كاونت سيمي كولوم. فالحالة ما راح يشتغل، لازم اسوي له شنو؟ انيشاليزيشن بزيرو. وهني مثلا اقول لك كاونت بلس بلس. اوكي نمسح هذا. الحين اللي ابي اسوي اني اضيف على هذه التكست تكست البوتون ان انت قاعد تسوي لي كليك. زين وغير التكست، خلينا نقول غير التكست. شلون اقول له؟ بستدعي اسم البوتون. شنو اسم البوتون؟ احنا قلنا روح الى الفورم. هاي البوتون شنو اسم البوتون؟ display button، او من هاي الخانة display button. اقول له display button dot text equal you have clicked me plus count times will run. ايش اللي صار؟ تحكمنا بالبوتون هذه بروجراماتيكلي. فاللي قاعد يصير الحين لما اقول لك كليك ايش راح يصير؟ اي زيرو. فاقول لك كليك هني يزيد واحد، يعني ان اليوزر اعطى هاي البوتون كليك او سوى كول الى هذا الفانكشن. زين من راحت الفور ماي الفور كليك 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 بهذه الطريقه. مثلا عندنا شنو؟ مثلا بغينا نغير عنوان الفورم. نقدر نغير عنوان الفورم باستخدام البوتون. نشوف شنو اسم الفورم. هذه الفورم. الفورم شنو اسمها؟ فورم 1. اروح اقول له فورم 1 دوت تايتل دوت تكست. وين راحت فورم 1؟ ما قاعد يطلع. والله اقول له this dot text equal click او link control controls semicolon ولا run. الحين المفترض لما اسوي كليك تغير هذا العنوان، هل راح يتغير؟ link control. زين مثلا نبغي نخلي هذا اللوب عفوا هذا الكاونتر داخل هذه البوتون، يعني يطلع في العنوان. يصير نجرب اقول له كاونت. هاي الكاونت. زين كليك زيرو.
ايش زيرو ما في كاونتر بلس بلس كاونت بلس بلس سيمي كولوم بجرب كليك 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 يعطيني جميع الكليكات. اوكي الفكرة هي كالتالي ان احنا عرفنا حاليا شلون اسوي لينك بتوين ذات اند ذات، فبعدين لا احد يجي ويقول شلون هاو شلون اسوي لينك حق البوتن والليبل، شلون اسوي لينك حق التكست بوكس، والله اي شيء، جميع الاشياء المتوفره لباقي الكنترول بهذه الطريقه. انت ما راح تستدعي او ما راح تتحكم مثلا هذا التشيك بوكس، انا ما راح المس التشيك بوكس، اسمه شنو الحين؟ تشيك بوكس، هاي البوتن، اروح اغير اسمه من التشيك بوكس، خذ هذا الكود وقول له تشيك بوكس. شلون استدعيته؟ اروح هذا التشيك بوكس كليك، هذا اسمه تشيك بوكس، وتأكد بعد أكثر النيم checkbox 1، أقول له مثلا checkbox 1.text equal here is a checkbox checkbox. هل غيرت شيء في checkbox؟ لا. هل لمست checkbox؟ لا. هل غيرت التكست في checkbox؟ لا. اللي راح يصير شنو؟ بروجراماتيكلي راح يتغير باستخدام هذه البوتن، او خلينا نقول اللينك بتوين ذس اند ذس، كليك هير از ا تشيك بوكس. الاثنين الكودين اثنينهم او السكريبت اللي كتبناهم اثنينهم شغالين، غير الاسم والكاونتر فوق في العنوان شغال، وبهذه الطريقه اسوي لينك. الموضوع ما فيني مجرد اني اختار مثلا هاي زين هاي البوتون، وداخل الفانكشن مال البوتون اتحكم في البروبرتيز مال. اوكي ونشوفكم في الثاني، وان شاء الله يكون الوضع مفهوم.